طب بصي يا استاذ انا همشي، انا واخويا هيجي لك. خلاص ماشي، برضه لما يكون احسن ما يكون واحد لوحده. اتفضلي حضرتك. ماشي. لسه كتير. بس هو ده البيت. انت متاكد؟ ايوه انا متاكد. بس من انت بس هنا احسن حد يشوفك. طب ماشي. ده والله هنا يا استاذ. ايوه انت عبده؟ ايوه انا اخويا ياسمين. طب تعالى اتفضل. تعالى. الف شكر يا استاذ، والله ما عارف اشكرك ازاي، اللي انت انقذته. يا استاذ لازم تيجي دلوقتي عشان افهمك ايه اللي حصل بالظبط. ماشي خلاص، خش يا استاذ. تعالى اتفضل. تعالى يا استاذ، تعالى اسمع عبده. ماشي بقى، في الباب جاي وراك يا استاذ. اتفضل يا استاذ. عبده ماشي يا استاذ، اقعد اقعد، انا مش هتضايف يعني. ده كانت حكايه. انا في الاول اصلا انا شكيت ان في حاجه غلط لحد ما تاكدت، بس انا بنته معاها، بنته جوه عندي انا حاجزها. بنته جوه يعني؟ ايوه. اه طب يا استاذ ما عرفتش ده اللي خطفها ده؟ انا ما اعرفش، انا نسيت. معلش نسيت اعمل لك حاجه تشربها. لا لا ولا اي حاجه يا استاذ، ولا اي حاجه. انت قعدتك معايا بالدنيا كلها.